ظل تكون خسارة ثانية لكابس يونايتد أمام فريق عربي. العرقلة موجودة والمدافع يان كانو يتسبب في عرقلة. الخطة موجود، ضربة جزاء صحيحة للأهلي. الأهلي يكسب ضربة جزاء، والغنودي يبدو لي والأقرب. غنودي لا سامح الدربالي، إن شاء الله الدربالي سجل. سامح الدربالي يتقدم للركلة، سامح الدربالي، الدربالي سجل والأهلي يتقدم ب1-0. سامح الدربالي غالط حارس مرمى كابز يونايتد. الأهلي يتقدم بال1-0 عن طريق سامح الدربالي. أسبقية للأهلي تريبولي في ملعب هراري. التقدم ليبي من علامة الجزاء باقتدار التونسي، يضع كرة في المرمى. الإعادة لهدف الأسبقية، أول أهداف الأهلي في هذه المجموعة، أول أهداف الأهلي في إطار الشامبيونز ليج. فرحة عادل غسام ودكة بدلاء الأهلي. الأهلي يتقدم بال1-0، والدربالي بثقة كبيرة يضع كرة في المرمى. تقدم أهلاوي مهم جدا في ملعب هراري. الكرة تعود لفريق الأهلي، كرة في مناطق الزيمبابوي. الليفي، الليفي داخل المنطقة، فرصة ثانية، تبهيد، هو الثاني، هو الثاني يا ولد يا أبلو، أبلو يضع كرة في الشبكة. الهدف الثاني للأهلي، الوان-تو في مناطق الكابس يونايتد، والكرة في الشبكة، أبلو يسجل جولة ويفرح جمهوره. الهدف الثاني لفريق الأهلي، إنه الأهلي يا السادة، الأهلي يسجل كرة ثانية، الأهلي يا السادة يستحق الإشادة. الأهلي يا السادة يرفع الفرحة والسعادة. الأهلي يصنع الفرحة في ملعب هراري. الهدف الثاني أهلاوي. الأهلي يا السادة يعزف أروع وأجمل ألحان في ملعب هراري. يتقدم 2-0. كرة ثانية في مرمى كابس يونايتد، خدمة كبيرة من ديبالا، ديبالا العرب يمرر، تمهيد من السلتو، وأبلو يضع كرة في الشبكة. شبكة كابس يونايتد تتكلم عن هدف ثاني ملعوب، عن هدف ثاني مرسوم، عن هدف ثاني في خدمة كبيرة. النتيجة أهلاوية 2-0. سجل يا تاريخ، اكتب يا زمان، الأهلي يتألق في هراري. 2-0، بداية غير عادية جدا لضبط كل تفاصيل المباراة والسيطرة على جزئياتها. أمامنا محمد الغنودي، والحارس تشنوش يرسل كرة طويلة، كرة في منطقة الكابس يونايتد باتجاه وايد الثالث، هو الثالث يا ديبال العرب، هو يا مؤيد. الهدف الثالث لفريق الأهلي. الأهلي يضرب كابس يونايتد بالثلاثية، وأي ثلاثية. الأهلي سجل الثالث عن طريق انطلاقة الفنان مؤيد اللافي، هداف الأهلي في إطار هذه البطولة. مؤيد اللافي يسجل ثالث أهداف الأهلي. الأهلي يتقدم بالثلاثة يا السادة، إنه الأهلي. الأهلي يفرح جمهوره في هذا اليوم الاستثنائي. كرة القدم ولدت لتعذب العاشق لها. كرة القدم أحيانا تعدل وهي ظالمة، وتظلم وهي عادلة، تمارس جنونها على العقلاء وترمي بشرارات الهوس والهيام على الملايين. واليوم ولد اللافي يسعد ملايين من عشاق الأهلي. الأهلي يتقدم بالثلاثية. المهدي مع الكرة، فيفيان مابيتي باتجاه الدربالي، سجل رابع، سجل رابع، هيا الرابع، هو الرابع، الرابع يا دربالي، هيا الثنائية يا دربالي، هي الرباعية، رباعيات الأهلي، رباعيات أم كلثوم، رباعيات الزعيم في هراري، الرابع عن طريق الدربالي. اليوم في 218 الهيد لاين، دربالي يسجل الثنائية ويمنح الرباعية للأهلي. الهدف الرابع مابيدي للدربالي، دربالي مر، دربالي سدد، دربالي سجل، الرابع للأهلي. الأهلي برافو، الأهلي الرائع، الأهلي يتألق ويضرب الأربعة. أكبر انتصار للكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا في المجموعات في خارج الديار. أول انتصار للأهلي، الأهلي الصايم اللي يفتح الشهية في ملعب هراري. الطاهر لين ضايع، صد ركلات عديدة، مسلوش للكرة في المرمى، كرة سددها بيفومبي زعيم.
4-1 سجل فريق كابس يونايتد من علامة الجزاء. كرة قوية سددها طائر أيسر فريق كابس يونايتد. النتيجة 4-1. هدف لممثل زيمبابوي، هدف شرفي في آخر لحظات المباراة، لكن يظل انتصار الأهلي هو أكبر انتصار عربي في ملعب هرق. ماكي بيكيبي فريق الماكينة الخضراء، الماكينة تعطلت توقفت اليوم أمام المد الأخضر، أمام المد الأهلاوي. الأهلي باللون الأبيض لا يرفع رأي البيضاء، وهدف ثاني، هدف ثاني لفريق كابس يونايتد. كرات العالية مشكلة كبيرة، ارتقاء من لاعب زفيريكوي، زفيريكوي قلص الفارق. النتيجة 4-2. كرة كانت صعبة جدا على مشنوش. نلتمس العذر للاعبي الأهلي، الإجهاد والتعب واضح. إعادة للهدف الثاني، رأسية ضربة الأرض واستقرت في زاوية صعبة جدا على الحارس محمد مشنوش. كرة مرت من المدافع معاذ عبود. 4-2. الوقت الرسمي اكتمل. كم سيقدر حكم المباراة كوقت بدل ضايع؟ ينشط فريق كابس يونايتد، تدخل من الغنودي.